احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى البحرين مساء أمس بذكرى اليوم الوطني 87. حضر الحفل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين ورئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية وجمع من المدعوين. وقد قدم الجميع التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين السيد عبد الله بن عبد الملك الشيخ بهذه المناسبة وتمنياتهم للمملكة دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتبادل السفير الشيخ مع الحضور الأحاديث الودية حول العلاقات السعودية البحرينية وما تشهده من نمو وتطور والوشائج والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.